السيدات والسادة مساء الخير، وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في صالون المنارة الثقافي الفني الذي أسسه الدكتور محمد سعد الدين. الحقيقة الليلة ليلة حافلة جدا، وليلة دسمة، وليلة فيها قامات وهامات يقف الإنسان أمامهم وهو حائر ماذا يقول. يعني بيشرفني أني نيابة عن زميلي وصديقي وحبيبي الأستاذ الإعلامي الكبير صلاح الدين مصطفى، أن أرحب بكل ضيوفه الكرام اللي بيشرفونا النهاردة، وراجيا من الله سبحانه وتعالى أستطيع أنا وزملائي وأصدقائي من المجموعة الموسيقية أن أقدم شيء يجعلهم مبسوطين مننا وخارجينهم سعداء إن شاء الله. أرحب بكل الزملاء والحبايب اللي جايين من الدول العربية، مش عاوز أؤكد بالاسم يعني، إنما هم كثروا، فالحمد لله إن احنا دائما يعني لنا زوار من الدول العربية ومن الدول الأخرى. في هذا المقام أؤكد لحضراتكم إن نسبة المشاهدة للموقع بتاعنا على اليوتيوب وصلت 25 مليون. يعني هذا يشير إلى أنه نحن بفضل الله بعد حوالي 7 سنوات من بداية هذا الصالون نحن سائرون على الهدف والرسالة. الرسالة هي استدعاء زمن الفن الجميل ومحاولة بسيطة متواضعة لإحيائه واستمراره. وبهذه المناسبة يسعدني جدا جدا ويشرفني أن أرحب ترحيب خاص للمرضى يمكن كتير قوي بالأستاذ العظيم الكابتن طيار محمد رياض الصنباطي، مجلس محمد رياض الصنباطي. ووجوده معنا الحقيقة بيدينا إلهام شديد جدا لأن احنا نبدع ونستلهم إبداعات رياض الصنباطي ونقدمها بشكل ما في سهرتنا اللي بنحييها في الصالون. ويمكن اللي كان موجود من حضراتكم من شوية، أنا كنت أنا وأصدقائي بنعزف إحدى إبداعاته ولم تصالح في روحي، السيدة أم كلثوم. انقضى عام 2017 ونقدم له خالص التحية والشكر على انصرامه، راجينا من الله سبحانه وتعالى أن يكون عام 2018 عام سعيد علينا جميعا وعلى مصر أولا، لأن الحقيقة مصر بمؤسساتها ورجالاتها شعبها عظيم تحملت خلال العام الماضي يعني من العبء الكثير، ونأمل أن يكون العام الجديد هو طريقة أمل في بشر الخير وفي مستقبل يبدأ في التحسن إن شاء الله، ويعم الخير على الجميع بكل ما نتمناه ونرجوه من صحة وعافية وخلافة. النهاردة هنبتدي كما هو متبع في الصالون بمقطوعة موسيقية لكن لها قصة صغيرة أحب أقولها. الفنان الراحل العظيم رياض الصنباطي كان دائما رغم روائعه التي وثقها التاريخ في عمله مع السيدة أم كلثوم، إلا أنه كان في بعض الأحيان يختلف معها، والاختلاف بين اثنين أحبة زي دول كان بيبقى زعله عن وجهه. أعتقد أنها طلبت منه مرة أن هو يصاحبها على العود في فرقتها الموسيقية أو التكت الموسيقي لصاحب أم كلثوم، فهو رفض هذا وله أسبابه المحترمة.
وتوقف الاتصال بينهم لفترة. في هذه الفترة لحن أغنية للفنانة شهرزاد. هذه الأغنية اسمها يا نسيني وأنا عمري ما أنسى حبك. وإمعانا في العند بينه وبين أم كلثوم قعد ورا الفنانة شهرزاد في الاستوديو وسجل على العود بإيده الكريمة العود اللي هنسمعه من كمان شوية. فيعني كانت هذه نقطة عتاب من أم كلثوم، لكنها أدت في النهاية إلى العودة إلى العلاقة الطيبة. ثم أحمد فؤاد حسن الموسيقار العظيم وقائد الفرقة الماسية والمطور دائما في هذه الفرقة دخل بها مجال الإذاعة فيما يسمى بفرقة موسيقى الإذاعة، وعمل حفلتين، هم حفلتين فقط، يعني لم يمهله القضاء الوقت ليستمر، فعمل حفلتين في فرقة موسيقى الإذاعة. من ضمن الفقرات اللي قدمها في هذه في هاتين الحفلتين قدم المقطوعة الموسيقية اللي اسمها شهرزاد، اللي هي مقتطفات موسيقية من الأغنية التي لحنها الموسيقار رياض الصباطي للفنانة شهرزاد. اسمحوا لي أن نبدأ بها اليوم ولعلها تعجبكم إن شاء الله. شكرا. Thank you.
We'll be right back.